السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعاً. نبدأ اليوم بالجلسة التاسعة من جلسات السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب. راح نتكلم جلسة اليوم حول تخطيط الأعمال المكتبية، دور السكرتير في تنظيم مواعيد ومقابلات المدير، دور السكرتير في الاتصالات الهاتفية، دور السكرتير في تنظيم وإدارة الوقت. تخطيط الأعمال المكتبية. التخطيط بيمثل عنصر أساس بالعملية الإدارية مثل ما تكلمنا سابقاً، بما أنه أعمال المكاتب المنظمة أصبحت تشكل أهمية كبيرة بوقتنا الحاضر، وهي أعمال متعددة ومتشعبة ومتشابكة. لهالسبب يجب على المشرف عليها أن يخطط لها. طيب، شو أهمية التخطيط الأعمال المكتبية؟ ليش نحن بنخطط للأعمال المكتبية؟ تفضل حضرتك. شو السبب يلي بيستدعي إنه نحن نصرف وقت وجهد وتعب حتى نخطط الأعمال المكتبية؟ مين ممكن يعمل مداخلة صوتية؟ أستاذ أمجد عم يقول تخطيط الأعمال المكتبية شغل السكرتير الاحترافي، مسؤولية التنفيذ وتخطيط الأهداف. حلو، مشاركة ثانية. أستاذ أمجد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا، يسعد مساكم جميعا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. هلا، الأعمال المكتبية والتخطيط هي أهم مهام السكرتير، لأني بالتخطيط هو بيعرف شو بده يعمل، شو عليه مهام، لازم يخطط مهامه حتى يعرف شو بده ينفذ ويقارن بين أهدافه واللي نفذه وكيف بده يحقق هالأهداف. خصوصا الأعمال المكتبية لازم تنظيم بشكل كتير كبير ودقيق، لأن هي بتمشي مثل الساعة تماما، فأي عمل اختلف وقته أو تداخلت الأعمال ممكن يؤدي لمشاكل كتير كبيرة، خصوصا في عمل السكرتير. يعني تصور مثلا إذا كان في لقاءات، في مثلا عملاء جايين، صار في تضارب وقت العملاء، فهي بتعمل مشكلة كتير كبيرة. فلازم هون التخطيط، تخطيط مهم لتحقيق الأهداف، سهولة العمل، تيسير العمل، وسهولة الوصول للأهداف وهالأمور هاي. مداخلة تاني لو سمحتوا. أستاذة إيفا كمان الحمد لله على السلامة، لإنجاز الأعمال بدقة وفعالية. فعلا موضوع تخطيط الأعمال المكتبية ساعد على التركيز على الأهداف اللي نحن راسمينا واللي نحن مخططين، أو يعني تحقيق أهداف المنظمة تساعد القائمين على الأعمال المكتبية على التركيز على الأهداف التي عليهم القيام بها أو أن يحققوها. بتساعد بالتالي التخطيط رح يساعد على تحقيق الأهداف الرئيسية وأهداف المنظمة بشكل عام. حنان عم تقول إنجاز الأعمال بوقت قياسي، بتساعد على إنجاز الأعمال الروتينية المطلوبة من الموظفين والأعمال المواقف، وممكن تستشد بالمستقبل، بتقلل التكاليف، بتقلل ويمكن تمكن من تجنب أو تلافي الإسواف في العمل الإداري، تسهل على المدير عملية متابعة أعمال مرؤوسة. طيب، كيف ممكن نخطط للأعمال المكتبية؟ التخطيط من التفكير في المستقبل وتنبؤ المشكلات والإمكانات والاحتياجات والاستعداد للأشياء القادمة يتطلب وضع أهداف ومعايير ورسم سياسات. فينا نقول وضع الأهداف، وضع أهداف ومعايير. لو شو أهدافنا، شو المعايير اللي ممكن نحن نقبل فيها وبنعرف حالنا ان نحن حققنا هالاهداف، رسم السياسات والاجراءات وتنبؤ اعداد موازنات ووضع برامج العمل الجدول. في ثلاث انواع من التخطيط رح نمر عليهم بشكل سريع. في عندي الخطط طويل الاجل، طبعا بتختلف خطط طويل الاجل عن الخطط الاستراتيجيه. كبر الشاشه اكثر.
كبير الشاشة أكبر بدو ما تقدروا تشوفوا لا هلا هيك الشاشة أكبر عنكم تمام كيف بيتم التخطيط لأعمال مكتبية مثل ما قلنا في عندي ثلاث أنواع من الخطط طبعا في مصادر ومراجع بتغير أو عندي أكثر من نوع للخطط فينا نتكلم بشكل موجز على الخطط البداية الطويل الأجل الطويل الأجل الخطوط فينا نقول التسم الخطوط العامة الخطوط الرئيسية بتشمل جميع الأنشطة والأعمال المكتبية خلال سنة مثلا تقريبا الخطط الاستراتيجية بتكون بين 3-5 سنوات الطويل الأجل فينا نسميه تكون ضمن التشغيلية لحدود السنة تتميز هالخطة بخصائص التخطيط الجيد من الوضوح والبساطة والمرونة ممكن ايضا مراجعه الخطط بين الحين والاخر واجراء تعديلات عنها. طيب بالامثله على الاعمال المكتبيه مثلا تخطيط الاجتماعات الاعداد للتخطيط مثلا طويله الاجل الاعمال المكتبيه من الامثله عليها هي التخطيط والتحضير للاجتماعات، اعداد تقارير الموظفين السنويه، تخطيط لإنجاز مثلاً الوثائق المنتهية مثلاً بوليصة التأمين مثلاً أو مثلاً بوليصة أو التأمين الصحي للموظفين فرضاً التجديدات مثل تجديد مثلاً الاشتراك السنوي بالإنترنت تجديد الاشتراك السنوي مثلاً بالصحف مجلات وما شابه خطط متوسط الأجل بتكون شهرية يحسن معناتها نحن عنا في السنوية اللي بتكون هي طويلة الأجل قبل منها ممكن يكون الشهرية يحسن الموظف من خلالها طبعا متوسط الأجل حتى ممكن يكون ربع سنوية يعني بالسنة الواحدة يكون في عندي أربع مثلا خطط متوسط الأجل فبتساوي خطة سنوية أو خطة طويلة الأجل هالنوع من الخطط بحاجة لتفصيل أكثر من الخطط السنوية أو طويلة الأجل بيعتمد طبعاً على الخبرة الشخصية للموظف وعلى مقدار تدوين الأحداث اليومية وين بمفكرته كمان يعتمد على تقارير الشهرية كل هذا بيساعد أيضاً على خطط الشهر وضع الخطط الشهر فنحن لحتى نحصل خطط شهرية بدنا أول أمر خبرة شخصية وأن يكون هذا الموظف أو هذا السكرتير أو المدير المكتب عنده قدرة على التدوين بشكل فينا نقول يعني يدون كل الأحداث من تدوين الأحداث رح يصير عندي خبرة عم يقطش الصوت عند الكل ولا بس عند هيثم عم يقطع الصوت عند هيثم بس ولا عند الكل خط 100 ميجا ما لازم يقطع اللي عم يقطع عندهم الصوت بيكون بسبب ممكن فاتحين طريق تاثر بوكس طيب هون ان شاء الله قطع الصوت هاي سكرت كمان تمام نحن هون تكلمنا انه بيخضع الموضوع للخبره الشخصيه بناء على الاشياء اللي بيقوم سكرتير بتدوينها في فينا نقول المفكر الخاصه او التقارير اللي بيرفعها او التاسكات اللي بيقوم فيها. يعني السكرتير الشاطر هو اللي بيقدر يكون عنده قدره خطط لا هو التخطيط للتقارير، التخطيط للتقارير، لما انا
بقدر انا بالخطه مثلا اقول متوسط الاجل او الشهريه او ربع سنويه احط مجموعه الخطط كتاسكات، مثلا كتاسكات كمهام، انه نحن مطلوب مننا مثلا هالتقرير. فهي تعد من لما انا بكون عم خطط لها التقرير بكون عم خطط للاعمال الخاصه باعمال. خطط قصيره الاجل هي ممكن تكون اسبوعيه، مفكره المكتب، او ممكن يكون اعتماد على جوجل تاسك مثلا. وفي برامج للتخطيط ممكن نذكرهم بالمحاضره القادمه. خطط اللي هي هون خطط متوسط الاجل مثل شو؟ امثله على خطط متوسط الاجل لموظف مكتب. عندي خط مثلا الاعداد للاجتماعات مثلا الشهريه، كاجتماعات مثلا لجان، اعداد مثلا نشره عن مثلا مواضيع اللي احنا حققناها بالشهر الماضي، اعداد للتقرير الشهري باهم الاعمال تم انجازها وتقديمها لمين؟ لرئيس المنظمه او لمدير المنظمه او لرئيس مجلس الاداره. هي امثله طبعا فيكم، او مؤتمرات شهريه او اجتماعات شهريه، هذا المواضيع كلها راح اصلها. الخطط قصيره الاجل ممكن تكون هي اسبوعيه ويوميه. الخطط الاسبوعيه بتكون بالعاده اقل تفصيل من الخطه اليوميه، لكنها اكثر تفصيل من الخطط الشهريه والسنويه. الاكثر تفصيلا هي بتكون الخطه، فينا نقول اليوميه. كلما قصرت مدة الخطة كلما كانت أكثر تفصيلا والعكس صحيح. من أمثلة التخطيط الأسبوعي لأعمال موظف المكتب هي الإعداد لجدول أعمال الاجتماعات الأسبوعية، إعداد تقارير الأسبوعية مراجعتها لتقديمها بالشكل النهائي حسب المواعيد المخطط إلى التأكد من الرد على الرسائل الواردة للموظف. طيب كيف بتم التخطيط للاعمال المكتبيه؟ كيف بتم التخطيط للاعمال المكتبيه؟ حكينا على التخطيط الاسبوعي، تمام؟ حكينا على التخطيط الاسبوعي كيف بتم التخطيط للاعمال المكتبيه اليوميه؟ مثلا بنجزئ الاعمال، في عندي اعمال اللي هي اعمال يجب ان تنجز، اعمال سيتم انجازها، واعمال يتم يحتمل انجازها، تمام؟ نجزئ الاعمال، في نعمل جدول، في عندنا برنامج اسمه تريلو ممكن يساعدنا على الامور، هي برنامج تريلو لاداره المهام. اعطيكم رح نوضع فيديو بسيط ممكن نطلع منه. بس نفتح تريلو، نكتب على جوجل بالعربي او بالانجليزي تريلو، بعطيكم اياها على الشات. ممكن كمان اذا كان بقي معنا وقت ان شاء الله نعطي بعض الشرح عن تريلو بالاداره الالكترونيه. حد شغال على تريلو؟ أي واجهة تريلو؟ بشير مع كل الشاشة. شغال على تريلو. هاي الواجهة فينك تعمل اشتراك مجاني
ظهر الشاشة ممكن تمام. نوضح موضوع الفيديو ومراجعة بسيطة للبرنامج ثلاث دقائق. يحتاج أغلبنا إلى أداة سهلة ومجانية لإدارة المهام بين فريق العمل ومتابعتها بشكل مميز، وتعتبر أداة تريلو أحد أشهر الأدوات المميزة والمجانية في هذا المجال. استخدمها الملايين حول العالم بشكل منتظم، واستخدمها شخصيا من أكثر من 6 أعوام، فكانت عظيمة جدا في فائدتها. إذا أردت استخدامها، كل ما عليك فعله هو الدخول على الموقع سواء من الكمبيوتر أو تطبيق الجوال، ثم تسجيل حساب جديد عبر كتابة بريدك الإلكتروني، ثم النقر على ساين أب. بعد ذلك اكتب اسمك والرقم السري لحسابك. الآن اكتب أي اسم تريد لأول لوحة إدارة مهام ستنشئها. بعد ذلك أنشئ القوائم التي بداخلها والتي ستصف المهام الخاصة بك. عن نفسي دائما أضع 3 قوائم رئيسية، هي مهام للإنجاز، مهام قيد الإنجاز، وكذلك مهام تم إنجازها. اكتب مهام عامة تجريبية ثم انقر على الأزرق، وبذلك أصبح لديك قائمة متابعة مهام كاملة. فقط ادخل على بريدك وفعل حسابك لتستطيع استخدامه بكل أريحية. الآن يمكنك التفاعل مع بطاقات المهام، فعند دخولك على أي مهمة يمكنك كتابة الملاحظات بداخلها لفريق عملك، وكذلك إضافة المهمة لأي شخص آخر تصله كرسالة بأن عليه إنجازها. وكذلك بإمكانك وضع علامات ملونة على المهام، أنت من يحددها بناء على احتياجك. كما تستطيع إنشاء قائمة تعداد تسرد فيها خطوات معينة لإنجاز المشروع، بالإضافة إلى إمكانية إرفاق أي ملف تريده في بطاقة هذه المهمة، وكذلك التعليق سواء منك أو من بقية أفراد فريق عملك على نفس بطاقة المهمة. الآن إذا أراد شخص نقل مهمة من قائمة مهام للإنجاز مثلا، كل ما عليه فعله هو سحبها من القائمة الأولى ووضعها في قائمة مهام قيد الإنجاز، وبهذه الطريقة سيعلم جميع الفريق أن هذه المهمة قيد الإنجاز حاليا. كما يمكنك تغيير خلفية لوحة إدارة المهام وتخصيصها بالشكل الذي يناسبك. طيب الأعمال، فينا نقول قصيرة الأجل الأسبوعية اليومية، حكينا عن موضوع الأسبوعية. طيب اليومية شو الأعمال الروتينية اللي ممكن تكون يعني ندرجها ضمن أعمال يومية؟ تجهيز ملفات أو تطبيق فعلا جميل حلو، حفظ وأرشفة، اتصالات، المواعيد. عناية المكتب مثل تنظيم الحاسوب، إعداد ورتيب المكتب، إحضار الملفات، بطاقات المفكرات اللازمة لرئيسه، إحضار الملفات والبطاقات مثل ما حكينا، إعداد وكتابة الرسائل الروتينية، القيام بعمليات الحفظ اليومية. أيضا في أعمال غير روتينية مثل تسجيل وقائع اجتماعي إذا صار في اجتماع، مثل أعمال مثلا استقبال زائرين أو اتصالات واردة، مثلا تسيير المدير أو الرئيس مواعيد مختلفة رسمية وغير رسمية. ميكانيكيات التخطيط، لازم نعد مفكرة بين الخطط السنوية والشهرية والأسبوعية. في السنة مقسمة إلى 12 شهر، 4 أسابيع، 6 أيام أو 5 أيام حسب إذا كان في يوم عطلة ولا يوم عطلة ولا يومين عطلة. ممكن تجهيز مواد لوجستية، صح؟ هاي مثال مثلاً، هو عندي شهر مقسم الأشهر مثل ما بنريد نحن بالميلادي بالهجري، نكتب فيهم البيانات. إذا كان مثلاً وضع تفاصيل العمل الروتيني، بيحتل مثلاً العمل الروتيني جزء من أعمال موظف المكتب، هذا كمان مثال يومي أسبوعي وشهري. ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية. هون إذا باليومية فتح توزيع البريد، كتابة الرسائل كمان لازم طبعاً يكون في عندي أيام معينة. أسبوعية مثلاً كتابة التقارير إحصائية، مثلاً تبديل المجلات القديمة في قاعة الاستقبال،
الشهرية، الاجتماعات الشهرية والإعداد التقارير الشهرية بتكون آخر الشهر. ربع سنوية مثل الاجتماع مثلا مجلس الإدارة، الزيارات المنتظمة، زيارة مثلا المنظمات الحكومية أو غير الحكومية أو المنظمة الداعمة أو الشركاء. نصف سنوية مراجعة مثلا تقارير الموظفين أو المشاريع أو الرحلات. سنوية مثل بطاقات الأعياد والهدايا والمفكرات، توصيات لزيادات ترقية الموظفين مثلا. أيضا من ميكانيكيات التخطيط هي مراعاة الأعمال غير الروتين. بعض هالأعمال المستجدة بتكون أعمال مستعجلة، وبعضها ممكن يحتاج لوقت للتحضير، وبعضها ممكن يحتاج لوقت أقل لإنجاز. وهالأعمال يجب أن تراعى في تخطيط الأعمال المكتبي. أيضا يجب الالتفات إلى موضوع عامل الوقت من خلال ترتيب الأولويات، العناية مثلا أيضا ترتيب العناية بالترتيب ترتيب الأوراق والملفات، المحافظة على نظافة المكتب، مراعاة المرونة في التخطيط، مراعاة وتقويم الخطة باستمرار، والعناية بالترتيب مثل ما حكينا هون. عم نرجع طيب أنا مشان ما استخدم الشاشتين. فمراعاة مثل ما قلنا مراعاة العمل غير الروتيني، التفات لعامل الوقت. هلا هون ملاحظات ما في داعي لها هون، هيك يعني هيك مفترض يكون معك، مفترض يكون هيك الأمور تمام. ظهر الشاشة أمامكم بشكل كامل. مثلا إدخال البيانات أول بأول مثل ما عم تقول أستاذة إيفا، صح، ببرامج العمل. في عندكم أي إضافة بالنسبة لتخطيط الأعمال المكتبية قبل ما ننتقل لموضوع دور السكرتير في تنظيم مواعيد مقابلات المدير؟ إذا الأمور تمام حطوا لنا واحد. دور السكرتير في تنظيم مواعيد مقابلات. شو مفهوم استقبال الزوار؟ استقبال الزوار بناء علاقات حسنة وطيبة معهم، إظهار الاهتمام بهم كعملاء أو كمستفيدين، والترحيب بهم بحفاوة. طبعا مثل ما تكلمنا سابقا، استقبال الزوار هو أنشطة رئيسية لأعمال السكرتارية وإدارة المكاتب، لانه بيقوم هون دور السكرتيره او السكرتير اذا كان من مهامه استقبال الزوار. مثل ما بيقولوا هي واجهه المنظمه او الشركه. مين هن جماهير المتعاملين؟ جماهير المتعاملين حسب طبيعه عمل الشركه او المنظمه، ممكن يكون مساهمين، العملاء، العاملين، موظفين الادارات الاخرى، موزعين، مؤسسات منافسة، الموردين، البنوك، المؤسسات الحكومية، المجتمع المحلي، صحفيين وما إلى ذلك. في أي رأيكم حسب طبيعة أعمالكم ممكن يكون في عندكم جمهور متعاملين أو زوار غير اللي ذكرتنا؟ شو رأيكم؟ مين ممكن يداخل معنا صوتيا دقيقة واحدة؟ أستاذ أمجد، من خلال عملك. أستاذ أمجد، تفضل معك أستاذ.
استاذ انا ما حابب اطلع اترك المجال لغيري يعني، فانا من لا هيك لا كنت الله حاطه. يبارك فيك. الله بس يسلمك. حسب طبيعة عملك، شو أهم الزوار ممكن نسكنهم بشكل موجز حسب شركتكم؟ هلا حسب الشركة، هي بتيجي حسب الشركة. أكثر شيء بالنسبة للسكرتاريا والأهم هو العملاء دائما، يعني خصوصا إذا كان مثلا عملاء مثلا شركات، مدير شركة أو مسؤول قسم التسويق بشركة، فهذول بيعتبروا أهم شيء، إضافة للمدراء اللي جايين من شركات أخرى أو مدراء القطاعات الحكومية. فهو حسب المنصب اللي جايك، هذا أهم شيء. يعني عادة هو بيكون المدير مدراء اللي بيجوا من طرف العملاء، هاي بالتصنيف الأول. ممكن أحيانا يكون في زيارات مثلا تحمل مستوى يعني دبلوماسي، يعني ممكن مثلا يجي ممثل للحكومة، فهذا بيكون الأعلى. لكن بالعموم هي العملاء من مرتبة المدراء. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. هلا دور السكرتير في تنظيم مواعيد مقابلات المدير. أستاذة إيفا تفضلي قبل ما نتخلى. السلام عليكم، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. هلا ممكن مثل ما ذكر زميلي، هلا ممكن تكون وفود أجنبية، لأنه إذا كانت الشركة على مستوى عالمي فكتير بيجوا وفود أجنبية بيزوروا الشركة اللي بتكون هي الشركة الأم، بتكون مثلا خارج البلد وبيجوا بيزوروا الأفرع. فهدول الوفود ممكن مساهمين جدد اللي بدهم ياخذوا أسهم جديدة بالشركة، فهذول كثير مهمين يعني. بس هي الإضافة، يمكن شكرا نسميه لحضرتك. كبار العملاء او كبار الداعمين او ما شابه. أيوة تماما. الله يعطيك العافية. طيب دور السكرتير في تنظيم مواعيد مقابلات المدير بيتركز على بعض الأسس، منها فهم رغبات المدير المتعلقة بجدولة المواعيد المقابلة. شو الآلية اللي بفضلها بجدولة مواعيد المقابلات ممكن يتم الاتفاق عليها من البداية؟ طول مدة مواعيد المقابلات ومتى تتم جدولة المواعيد؟ كيف يعني فهم رغبات المدير المتعلقة بجدولة المواعيد المقابلات؟ مثلا تحديد المدة الزمنية المسموح بها لكل المواعيد، نحدد من البداية مع الإدارة نصف ساعة، ثلث ساعة، ربع ساعة. شو هي المواعيد اللي ممكن تنعطى إلى الأولوية؟ ما الذي يجب قوله لرفض إعطاء موعد لشخص يصر على الحصول على الموعد؟ هذا الموضوع تكلمنا عنه الجلسة الماضية. كيف بيتم التصرف إنهاء المقابلات ممكن تمتد لأكثر من الوقت؟ هاي المواضيع بيتم الاتفاق فيها مع المدير على معالجة هيك قضايا. طول مدة المواعيد المقابلات، مثلا مثل ما قلنا بعض المدراء عندهم تخصيص وقت مساوي لكل موعد أو مقابلة، مثلا 30 دقيقة. هل الأسلوب ممكن فينا نقول ما مع كل المواعيد أو المقابلات؟ في مقابلات أهم من مقابلات، ممكن مقابلة ب10 دقائق حسب طبيعة المقابلة وطبيعة الزائر، وفي مقابلة ممكن ساعة. تمام؟ فهذا الموضوع ممكن الاستفادة المثلى من تنظيم وقت المدير نلجأ فيها بالأصل لتنظيم الزيارات حسب أهمية وطبيعة المواعيد والمقابلة. متى تتم جدولة المواعيد؟ يختلف ايضا المدراء او المديرون في تحديد الاوقات المناسبه اللي بيجعلوها لمقابله الزائرين. في مدراء بفضلوا مثلا مواعيد الصباحيه، في مدراء بفضلوا مثلا مواعيد بدايه العمل، مثلا في مدراء بفضلوا لا انا بدي من الساعه 10 الساعه مثلا 2 او بعد الغداء مباشره او بنهايه الدوام. فهو موضوع بيتم فالاتفاق مع، بس لازم يتم الاتفاق، لازم، لانه نحن اذا حطينا المواعيد وما كان تتوقع مع الاداره فلازم انا بعد ما احط مثلا جدول مواعيد مثل مده مثلا اسبوع اعرضه على المدير وافق او على المدراء وافقوا او وافق اعتمد. هو اجراء ماله اكيد حي.
أستاذة إيفا تفضلي، كان عندك مداخلة حول الموضوع. هلا بتختلف جدولة المواعيد من شخص لآخر حسب العمل طبعا. في مدراء بفضلوا إن تكون اجتماعاتهم خارج الشركة، يعني ممكن تكون غداء عمل، عشاء عمل، ممكن يروحوا لحفلات، ممكن يكون بسفرات، يعني حسب العمل وحسب الشخص اللي بدهم يقابلوه. هذا عم نروح لموضوع الاجتماعات أكثر، صح؟ بس هي بالنهاية اسمها لقاءات، يعني انه انا بدي التقيك، التقي هذا يعني بيضربوا عصفورين بحجر واحد، لانه بتعرف رجال الاعمال او اصحاب البزنس ما عندهم وقت. هي ريحه للاجتماع اكثر، وعم نتكلم على الزوار، فينا نقول العاديين، اللي هي ليس ما نطلع لدرجه الاجتماع. تمام. هلا الزوار العاديين، ان كان شخص يعني مثلا مراجع حسب كمان موضوعه، هلا في منهم ما بيعطوا نص ساعه، يا دوب 10 دقائق، يعني ما بيستحمل المدير اكثر من هيك يسمع. فحسب اهميه كل شخص او العمل اللي هو جايب لي على الشركه. صح، بس يعني وهيك. الله يعطيك العافيه. طيب شو ممكن القواعد اللي نحددها او يتبع السكرتير استقبال الزوار؟ بدي اسمع من حضراتكم، تفضل. شو أهم القواعد ممكن يتبع السكرتير في استقبال الزوار؟ شو رأيكم؟ السكرتير لازم يدخل هذا الشخص اللي عنده هلا أول شيء الالتزام بالوقت. يعني هذا الشخص ممكن. شو رأيك؟ إجا هذا الشخص ممكن. وأنا بدخل مباشرة عند المدير. ممكن أساعدك ولا لازم يكون في بروتوكول؟ أهم شغلة إنه الالتزام بالمواعيد، يعني يكون لكل شخص في له بطاقة خلاص هذا وقته بالوقت الفلاني. على السكرتير إنه يجهز المكان من كل شيء أشياء لازمة لهذا الاجتماع إذا كان في عدة أشخاص. خلينا نستقبل بس بروتوكول الاستقبال، جايين على موضوع الاجتماع، تمام؟ أنت برأيك إذا أنا شخص جاي، هلا أهم شيء الابتسامة. تمام أهم شيء الابتسامة. الابتسامة هي جسر لعبور قلوب الآخرين، فلازم دائما يستقبل بابتسامة، بالهندام اللي هو مخصص للشركة، يكون مكتبه مرتب نظيف منظم، ما يكون الفايلات مبعثرة قدامه، فهذا بيدل على إنه من البداية أول ما بيدخل الشخص بيشوف إذا فايلات مبعثرة فإنه هي الشركة غير منظمة. الالتزام والدقة بالمواعيد هذا كثير مهم، يعني إذا عطيت موعد لشخص إنه على الساعة الفلانية بعدين قلت له تفضل استريح نطرته نص ساعة، فهذا كمان مش منيح. طيب حلو الكلام. طيب شخص إجا من دون موعد، شو كيف يتعامل معه؟ تكلمنا بالجلسة السابقة مين؟ هلا استاذ الكريم فيني افحص الكالندر عندي، البرنامج عندي، اذا في امكانيه وبعد استشاره المدير انه يدخل ممكن دخله. ف يعني هذا بيعتمد على الوقت الفراغ الموجود. القاعده الرئيسيه انه كل شيء بمواعيد، بس اذا في شيء اضطراري وانا عندي مجال بالكالندر عندي دخله، ممكن دخله يعني بعد اذن المدير طبعا. تمام. هون عم نقول ايه حسب اهميه الشخص والموضوع. طيب يجب أن تكون الزيارة القاعدة الرئيسية هي أو فينا نقول القاعدة العامة إنه يكون في موعد مسبق على السكرتير لعناية مكتب الاستقبال الزوار في أي وقت، مثل الموضوع إنه يكون المكتب مرتب، ما في الفايلات مثلاً، كل فايل جهة، إذا كان في عند موضوع مثلاً مثل فينا نقول تدقيق ملفات ما لازم يكون على المكتب اللي متعلق باستقبال الزوار، لأنه فعلا بيعطي انطباع سلبي. ليش؟ لأن التدقيق ممكن إنه أنا مثلا أفتح الورق لقارن بين مثلا فايلات مع بعض، فهذا الموضوع ندير بالنا منه.
لازم يكون في صالة لاستقبال الزوار، على السكرتير أن يستقبل كل زائر في مكتبه قبل السماح له بالدخول للمدير أو للرئيس بابتسامة ممكن رقيقة وتسجيل بياناته. هون بغض النظر هذا الشخص مين هو، فلازم يكون معه بطاقة زيارة أو يسجل بي على الأقل بسجل الزوار. نراجع الوقت اللي هو أو الموعد اللي نحن عاطينه إياه. عدم شغل وقت المدير إلا بالمقابلات الضرورية وتوجيه البقية لذي اختصاص ورشاد المراجعين للشخص المسؤول والعمل على تحقيق كل ما يطلبونه إن أمكن. فينا نقول أيضا إعداد سجل للمدير عن مواعيد مقابلات واجتماعات اللي رح يكون مرتبط فيها إما في الأجندة الخاصة بالمكتب أو ككشوف مخصصة. وأنا أفضل هذا الموضوع يكون مثلاً خلال مثلاً جوجل شيتس، اسم الزائر، تاريخ ووقت الزيارة ومدتها والغرض من الزيارة، كبس الزر المدير بيعرف لمدة مثلاً نقول أسبوع أو 10 أيام أو شهر مين في زيارات، أو إذا صار في أي خطأ كمان كبس الزر أنا ممكن أعمل استعلام وأعرف هذا الشخص إمتى إجا وإمتى راح. ولا تهم له هالموضوع سجل الزيارات لو إني كان العمل فينا نقول روتيني. ليش؟ لأني بالمستقبل بتشوف إنه أنت ممكن بحاجة تعرف هذا الشخص كم مرة مثلاً ارتاد الشركة أو مين الأشخاص مثلاً، حتى ممكن إذا كان في سيكوريتي تأخذ منه كمان يكون عنده سجل الزوار. لا ينبغي تحت أي ظروف السماح بدخول زائر إلى مكتب الرئيس أو المدير قبل إبلاغه، مما لا شك في إن إجادة السكرتير أو السكرتيرة للتعامل مع مختلف الأشخاص والضباط وتواضع حدود أعصاب تكلمنا عنه في الجلسة السابقة هو أمر مهم مذكر. ما بجوز حدا يدخل من دون إبراز هوية شخصية. موضوع الهوية الشخصية ممكن كمان تأكد من هوية الشخص من خلال ضبط العمل الخاص فيه أو هويته. صح أستاذ، حتى في منظمات وشركات بالعادة منظمات بتكون هي بتأخذ ممكن تبقى الهوية عندها لما تطلع، لما مثلاً كنت تروح مثلاً على اجتماعات منظمات كبيرة صراحة كان يأخذوا الهوية وتبقى عند السيكوريتي أو موظف الاستقبال. لما بطلع أنا حتى في ممكن يكون أحيانا يكون في ضبط. هون بقى حسب سياسة وإجراءات كل منظمة. بالشركات بصراحة حسب كمان الشركة، لما تكون أنت عم تشتغل بشركة دولية أو شركة لنقول نفط وغاز أو أنت عم تدخل على بنك مثلاً، فبدي يكون موضوع مختلف لما تكون انت عم تدخل على شركة لنقول تشتغل مواد غذائية. شو خطوات إتمام المقابلات مع المدير أو الرئيس المباشر؟ تحديد موعد المقابلة بيتم إما بحضور الشخص الراغب بالزيارة مكتب المدير أو الرئيس لتحديد ميعاد بنفسه أو الاتصال عبر الهاتف شخصياً أو عن طريق سكرتيره الخاص. طيب غالباً ما يتم طلب الزيارة تحديد موعد قبل الموعد، لازم يتم تحديد موعد قبل مدة كافية لحتى تقدر أنت تسجل هالموضوع بسجل الارتباط للمدير وتأخذ ممكن موافقته. حتى لما يحضر الزائر على السكرتير إتمام المقابلة فوراً ما دام المدير على استعداد وانتظار، إلا إذا استدعى الأمر أنك تطلب منه الانتظار وبعد الوقت لحتى مثلاً يقدر المدير أو الرئيس يقابله. هلا إذا وافق الرئيس مجلس الإدارة أو المدير على الزيارة يقوم السكرتير بتقديم الزائر له وتزويده بالبيانات من الشخص ومن شو المستندات الضرورية الممكن يحتاجها المدير أثناء الزيارة. طيب ممكن بطلب من المدير هو السكرتير أيضا يشارك بالزيارة حسب بقى طبيعة الزيارة. ممكن يعتذر السكرتير عن مقابلة الزائر بناء على ظرف مثلا طارئهم، لازم يعتذر السكرتير
على هالظرف، ويتولى مثلا تعليمها بتصرف بشكل مقنع ومهذب بحيث لا يساء الفهم او يساء للشركه او يساء له بشكل مباشر. اذا كان ممكن ممكن نعتذر ونحدد موعد فورا، اذا ما كان ممكن ممكن نقول ان نحن رح نقوم بالتواصل مع حضرتك او حضرتك تواصل مع حضرتك او حضرتك مثلا خلال 24 ساعة لحتى مثلا نحدد موعد ممكن يكون مناسب او بشكل مثلا كتاب كاقتراح. صح، الأربعة هي موضوع ممكن يكون حساس، لهيك موضوع اللباقة كتير مهمة. طبعا كمان موضوع الاعتذار حسب من مين عم تعتذر، بس هو فعلا أحيانا بيكون يعني بيكون في ظرف طارئ. طيب رح ناخذ موقع، نحن نفترض جدلا انه انت حضرتك او حضرتك كان في، انا كنت طالب مقابله من استاذ مثلا نقول امجد، والاستاذ امجد صار مثلا عنده ظرف طارئ وقبل ساعه بدك تعتذر منه، مين بيتطوع وهيك بيعطينا اتصال؟ احنا نفترض رح تتصلوا بعلاء كرمال موضوع العكس. هاتوا نشوف. استاذ مروه شو رايك؟ استاذ ايضا تفضل. تسكر يعني. عليكم السلام استاذ مروه او ايضا ما في مشكله. يعني اعطيك الجواب، اعطيك يعني كيف بدي احكي المكالمه. سيناريو، هلا انت اتصل فيك الاستاذ امجد وقال لك اعتذري من الزائر اللي اسمه علاء، وانا مسؤول التسويق لشركه مثلا سكاي تك للتكنولوجيا، تمام؟ وانت حضرتك بدك تتصلي فيني وتعتذري عن الموعد ان احنا متفقين قبل 10 ايام على هالموعد، كيف بتعتذري؟ هلا اول شيء يعني بتصل فيه طبعا، بسلم عليه، بحكي له انه بدنا نعتذر منك انه صار ظرف طارئ. ما بدي هيك، بدي اياك خلص هلا نحن خلص اتصلتي فيني، اهلين انا سمروه، تفضلي. تمام. بدي احكي له انه بعتذر منك، يعني انا نحن بنعتذر. ما تحكي لي بدك تعتذر مني، لا احكي لي مباشره هلا حقيقه. انا عم ارد عليك هلا. طيب ماشي، على التليفون. ها، المدير انه مشغول اليوم، عنده مش يعني عنده ظرف طارئ، رح يتاجل موعدك ان شاء الله للمره القادمه، ورح يكون لك اولويه باذن الله. عفوا عفوا مروه، بس أنا بعتذر منك، الموعد نحن محددينه قبل 10 أيام وأنا كنت قادم لمنظمتكم. والله هو ظرف طارئ صار مع المدير يعني. بس الظرف الطارئ هو ما ذنبي لو سمحتي. بدك تعجزني بعد. لك الأولوية المرة القادمة، رح يكون ان شاء الله لك الاولويه بالموعد، رح نخلي استقبالك اول موعد ان شاء الله، يعني ثاني يوم بكره ان شاء الله، وبال اعتذارنا. فيني اعرف لو سمحتي الظرف الطارئ اللي تعرض له مديركم محترم، وانتم بصراحه اخذتوا من وقتي اكثر من ساعتين بين ترتيب وتجهيز لحتى انا جهزت وبقى بالاخير اعتذرت. لا والله صعب، طبعا هي اسرار مكتب، يعني صعب اني اطلعها، يعني اكيد المدير ملتزم جدا بمواعيده، يعني مش يعني مو دائما هو بيعتذر من العملاء تبعه،
يعني صدفة ظرف الطارئ. فبس طيب هلا بدي اياك تشتغلي على موضوع نبرة الصوت، اوكي؟ وموضوع ال فينا نقول اتصال الهاتفي، لان نبرة الصوت تلعب دور وطريقة الكلام تلعب دور. الله يعطيك الف عافية. انا بحكي اوقات كثير حتى توعية، بس يعني انصدمت من انه خلتني اطلع عم بضحك انا عم بحكي. بسيط. الله يعطيك العافية. طب الله يعافيك يا رب. ممكن انا احكي؟ تفضل. خلينا نجرب. طيب اول شيء بقول مرحبا، معك ايفا من شركه اكس، كيفك استاذ علاء؟ اهلا وسهلا ايفا، تفضلي. انا بتشكرك كثير لوقتك الثمين، بس بنعتذر عن الموعد اليوم بسبب ظرف طارئ حصل للمدير، فمتى بيناسب حضرتك اني احدد لك موعد اخر؟ وظنكم لو سمحتي شركتكم. نعم. وللأسف أنتم حضرتكم تأخرتوا كتير بموضوع الاعتذار، فلو سمحتي أنا موضوع الاجتماع نحن حددينه قبل 10 أيام، كان بإمكانكم الاعتذار قبل يوم. نعم سيدي الكريم. نعم سيدي الكريم، نحن منقدرين وقتك الثمين، وبس للأسف إنه الموضوع حصل قبل ساعة تقريبا، فنحن دايركت اتصلنا بحضرتك، وشكرا لحضرتك لأنك عم تتعامل معنا وأخذنا من وقتك، فمتى بيناسبك إنه حضر لك موعد آخر؟ ليش ما أصبح حضرتك؟ لا عن جد. متى بيناسب حضرتك إنه نحدد لك موعد آخر؟ طيب ممكن إذا لو سمحت باعتبار أنا قريب من شركتكم، فرح أقوم بزيارة الشركة. أهلا وسهلا. متى؟ عفوا؟ متى حضرتك رح تقوم بزيارة؟ باعتبار أنا قريب من شركتكم رح أقوم بزيارة الشركة. طيب شو رح يكون ردك وقت؟ اهلا وسهلا، ما في اي مشكله، اتفضل لعنا ومنضيفك قهوه، وممكن انه نحن نحدد موعد وحضرتك موجود عنا بالشركه. اهلا وسهلا. حاولت اعصبك بس ما عصبت. استاذ امجد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا استاذ بلش. صوت واضح؟ بلش، أنا جاهز. لا أنا بالنسبة لي الصوت واضح، يعني ما بعرف إذا في أي طريقة تانية، في شيء تاني بعد. يلا مشكلة. تمام، نحن نظلم مكالمة، عمل التليفون، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله، معك أمجد من شركة سكرتير المدير الفلاني. أستاذ علاء، أنت اليوم في عندك موعد معنا مظبوط ولا لا؟ عفوا مين معي؟ أمجد، الأستاذ أمجد، أنا السكرتير التنفيذي للمدير محمد، اليوم في موعد معه. أهلا وسهلا. صحيح. الموعد اليوم... بعد نصف ساعة. تمام، أستاذنا صار في ظرف خاص جدا مع المدير، فنحن نضطر آسفين إني لنعطائك موعد آخر أنت بتحدده. أنت فيك تحدده. بناء على نوع من الاعتذار مننا لظرف طارئ، وهاي الأحكام ما بإيدنا، فنحن كتعبير عن أسفنا أول شغلة إن نحن راح نخليك أنت تحدد الموعد الوقت اللي بناسبك. الشغلة الثانية نحن بندعوك بهالوقت هاد لزيارتنا والتعرف على الشركة، لتحضر عرض مناسب وتتعرف على الشركة أكثر، في حال أنت عرضك ممكن يكون كامل لكن ممكن تعطيه إضافات أخرى ويصير أجمل. طيب بإذن الله، باعتبار أنا على الطريق إن شاء الله بتشرف بزيارتكم بإذن الله. حياك. تمام، انا راح اكون انا موجود معك اضافه الى مدير التسويق عندنا، وراح بنكون نتكرر فيك. شكرا جزيلا. تمام، الفكره هي انه خلال الزبون او خلال الزائر او خلال المراجع يكون رضيان مبسوط باي طريقه، سواء بفعلا مثلا استضافته اذا كان قريب، مثلا خلاه هو مثلا يحدد الموعد القادم اذا كان ممكن، اذا كان في نائب للمدير ممكن يقوم بمثلا باستضافته او باجراء المقابله مشان ما تاجل، كمان بيكون ممتاز. الله يعطيكم العافيه.
طيب شو خطوات اتمام مقابلات مع المدير؟ مثل ما قلنا نحن مهما كانت الطريقة لازم السكرتير يدون بيانات اسم الزائر وعنوانه ورقم هاتفه وقت الزيارة واسم الرئيس أو المدير المطلوب مقابلته. شو الوقت لازم أنا أحدد للوقت وخبر عفوا سكرتير او عفوا سكرتير الشخص الزائر او الزائر نفسه اني موعد المقابله من الساعه كذا الى الساعه كذا، اوكي، مشان نتفادى الاحراج. في ناس كثير بتسترسل بالحكي، تجي طبيعتها بتسترسل بالحكي. في اعمال ثانيه يعني بكل صراحه بحدد الموعد مثلا ربع ساعه 10 دقائق نص ساعه مثلا. ايضا موضوع المهم انه برجع باكد اني ما في شخص بيدخل على الشركه الا لازم يكون معنا نحن رقم هاتفه معنا. يعني تخيل انه يكون في عندك زائر صراحه صارت انه انت ما مع عندك وسيله تواصل معه، فهذا الشخص كيف بدك ترجع تواصل معه؟ يتم تدوين معلومات مسبقة مفكرة السكرتير وإعلام المدير فيها بها وأخذ موافقته. يكون أول عمل بيقوم فيه السكرتير في الصباح أن يضع بيانات مفصلة عن المقابلات ممكن أو المقابلات ممكن يرتبط فيها الرئيس أو المدير بنفس اليوم، وممكن يكون مرفق مع البريد أو مع الأوراق. كل المستندات لازم ممكن تساعد المدير أو الرئيس. مثلاً إذا كان في عندي أنا مقابلة مثلاً مع مندوب شركة، فأنا بعطي معلومات عن الشركة، معلومات عن حصتها السوقية، معلومات من إمتى حتى يكون عنده قدرة حتى يجتمع أو يقابل هالشخص. في حال عدم وجود الرئيس في مكتبه، حدث اتصل أحدهم بالرئيس أو المدير هاتفياً، يطلب السكرتير السكرتير من المتصل أن يترك رسالة بما يريد من المدير أو الرئيس. المباشرة يقوم السكرتير بكتابة ذلك على ورقة يقدمها للرئيس من فلان الفلاني حضر أو اتصل عن غيابة وترك هالرسالة. ممكن حتى من خلال الواتساب او الايميل كمان ممكن نبعث اذا كان في امر طارئ للمدير. بالامور المهمه ايضا لازم نراعيها اثناء تحديد المواعيد، ان يكون في عندي هوامش بين المواعيد. هامش احتياط، كيف يعني هامش احتياط؟ في احتمال ان يكون في عندي مقابله ممكن تتمدد بسبب اهميتها او فرضا تأخير بسببنا أو بسبب الشخص اللي نحن عاطينه المقابل. فدائما نخلي يكون في وقت هامش، ما تكون مقابلات وراء بعض. هاي نقطة مهمة، خطط البديل. لما نحدد مواعيد مثل ما قلنا يكون في عندي كمان هامش إعطاء راحة للمدير لحتى يقدر يرتاح. برجع أكد عن الموضوع أن نترك هوامش بين المقابلات. هي خطة بديلة في حال أخذت مقابلة أو تمددت مقابلة، ما تكون المقابلات وراء بعض. أيضاً نستفيد منها بترك وقت كافي من أجل استراحة المدير
لما بنثبت مواعيد اجتماعية الخاصة بالرئيس يجب التأكد أو المدير يجب التأكد مناسبة الوقت قبل الموافقة. أيضاً تثبيت المواعيد عن مفكرة خط واضح إذا كان إذا كنت أنا معتمد مواضيع الورقيات أو اليدوية، وأنا أفضل الموضوع أن يكون تثبيت مواعيد دائماً باستخدام الوورد أو باستخدام برنامج صوت. تمام ولا راح الصوت؟ حنان عم تقول من راح الصوت جزء عند حنان. طيب تقديم الزائر للمدير. تقديم الزائر للمدير عند حضور الزائر اللي نحن عاطينه مواعيد على السكرتير، تأكد أول الأمر من معلومات مدونة بطاقة المواعيد عنها الزائر. الأمور تمام، هذا هو الشخص بيقوم بإدخال للمدير ومع بطاقة المواعيد والأوراق والمستندات اللازمة ممكن يحتاجها المدير إذا إحنا ما وضعنا من قبل. طيب ومن ثم يطلب من الزائر الدخول يعني أنا بدخل تمام وبعرف المدير إنه فيه شخص اللي هو نحن الزائر اللي هو عنده موعد مسبق وهي الأوراق وهي بطاقة المواعيد الأمور تمام. أيضاً من ضروري حافظ السكرتير على ابتسامته، سلوكه المهذب، مشاعر الود تجاه أي زائر مهما كان طبيعة الزائر أو فينا نقول شخصية الزائر. طبعاً على قد ما نحن بنحسسه للزائر أو العميل بالأهمية العالية له، على قد ما رح يكون لو كان هذا الشخص ملح، لو كان شخص فينا نقول شخصية صعبة، بس نحن لما بنحسس الزائر الاهتمام والحفاوة والترحيب رح نعطي انطباع حلو عن منظومتنا أو شركة. سكرتير وإنهاء المقابلة. بعض الأشخاص اللي بيحضروا في الوقت المحدد ويدخل المكتب الرئيس أو المدير بيقصوا من وقت المدير أكثر من الوقت اللي يحتاجه للمقابلة. بهالوقت ممكن يكون في أشخاص عم ينتظروا مقابلاتهم. طيب شو نحن لأغنى السبب برأيك؟ خليني أسمع من حضراتكم. خلا يرتاح. كيف يعني خلا يرتاح؟ أنسى إيه بفضل. يمكن خليه يرتاح. يمكن عن قصدك على السلام عليكم. هلا ممكن انه السكرتير يعني بعد ما حكيت حضرتك البروسيس اللي صارت والشخص عند المدير عم بيقابل، فممكن السكرتير يفوت لعند المدير ويذكر بموعد انه رح تنتهي المقابله بهذا الوقت. يعني ما بعرف هيك ممكن يكون فهموا هذه امام الزائر نفسه ولا انا بدخل بشكل يعني بشكل مباشر وبعث له مثلا على الواتس او بتصل فيه اتصال؟ كيف رايك؟ هلا انا بفضل عفوا سؤالي استاذ امجد انه في شخص استمر بالمقابله اكثر من المتفق عليه، اوكي؟ كيف أنا بالنسبة لي بفضل الأشياء مش الاتصال، لأنه ممكن المدير ما ينتبه على الاتصال ولا الواتس ولا الهي، ففضل إني أنا دقبي بشكل هيك مهذب أطرق الباب وفوت لعند المدير وكون معي الجدول تبع المواعيد وتشكرهم يعني هيك بطريقة لبقة، تشكر الزائر واستأذن المدير وقول لهم إنه يعني نحن معنا نصف ساعة مثلا يعني للموعد أو هيك شيء يعني تمام. حسب الموعد. هذا ممكن يكون هذا ممكن تكون طريقة، بس هي الطريقة ممكن يكون إلى بعض المشاكل. شو هي المشاكل؟ إنه يكون المدير هو اللي مدد مثلا المقابلة، تمام؟ فأنت تحت وقاعد إحراج مع مين؟ مع الزائر. اتفقنا؟ خلينا نسمع الآن سيرين، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفكم جميعا؟ كيفك استاذ علاء؟ يسعد مساكي. اهلا.
الله يسعدك يا رب. هلأ يعني أنا بفضل أنه مثلاً هلأ الزائر وقت اللي بيجي بيكون عنده مقابلة، بيكون عنده هيك يعني أحياناً تلاقي في زائرين بيكون عندهم كلام كتير وبدي يحكوا كتير وبدهم ياخدوا أكتر من وقتهم. دائماً السكرتير لازم أول شيء قبل ما يدخل عند المدير ويقول له أنه الزائر موجود لازم يرجع يعد له المعلومات قديش مدة مقابلته، إذا هو نسي ممكن هو يذكر المدير، أو المدير نسي وراح من وقته ممكن باتصال هاتفي هو يرد عليه ويخبره أنه يعني أنه خلص وقت المقابلة. يعني كتير موضوع أنه نخبر المدير بشكل وجاهي، يعني أدخل وقول أني لا مقابلة. أنا برأيي أنه اتصال أفضل من دون ما يشعر الزائر، لأني أكيد المدير ممكن هو منسق معي انه انا في وقت معين ممكن انتو تذكرني برنت موبايل، يعني حتى ممكن ما من دون ما افتح سماعة او اي شيء برنت الموبايل رح يعرف انه يتذكر انه هذا الوقت انتهى. هلا في الاستاذ امجد كمان، تفضل استاذ امجد. شكرا سليم عن داخلتي استاذ. هلا في بروتوكول هو متداول ببروتوكولات الزيارة لازم السكرتير يعرفه، في حال في تضارب بالمواعيد فواجب على السكرتير انه يفوت تمام بيحكي للمدير بقول له ان في وفد فلاني برا، مده انتظار الوفد هل ممكن تحدد لنا هو؟ فاذا المدير بده يمدد الزياره مع الشخص الموجود فبقول له الوقت مثلا نص ساعه، فالزائر بيعرف هالموضوع، ممكن يكون الزائر مدير، ممكن يكون شخصيه اعتباريه كبيره، فهون الزائر خلص بيعرف الوقت المسموح له هو النص ساعه بدون عمليه احراج. انت هون اعطيته تمديد الوقت ضمن اللقاء للمجتمعين له للمدير، فممكن المدير لك مثلا نص ساعه اقول له انا بعد نص ساعه بخلص، فهون انت بتكون اعطيت المدير المرونه اضافه للضيف لقاها حلوه منك، وهذا بروتوكول هو متداول بموضوع الزيارات. حلو، هذا هو البند الاول انه يمكن للمدير ان يدخل السكرتير وخاطب رئيس على سمع من الزائر بأن هنالك زائر آخر ينتظر في الخارج ويبدو بأنه مستعجل لا يستطيع انتظار، أو نقول أني نحن هذا الوفد وفد مهم ونحن عاطينه موعد والموعد اللي مخصص لها المقابلة مثلا انتهى، فأنت ممكن أن أخبر الوفد أو الزائر أو الضيف أنه ممكن يكون موعد المقابلة، أو ممكن اتصل بالمدير هاتفياً دون معرفة الزائر حسب طبيعة الزائر. هون بقى نقطة حسب طبيعة الزائر كلامت فيها مع الأنسيبة. إذا كانت الأمور روتينية وعادية والزائر شخص عادي ممكن، أو يعني إذا ظنيت أنه ما بدي أحرج الزائر أو المدير فممكن أنا أكتب على مثلا ورقة أذكر فيها المدير أو الرئيس بانتهاء الوقت المخصص، ممكن دخلها وهي الخطوة، هي الخطوة بالعادة ما تفهم أنه انتهى وقت الزيارة. يعني أنت كنت إذا كنت عند مدير ودخل نائبه أو دخل سكرتير له أعطى ورقة، أنت لا يعني لازم تفهم مفترض انه انتهى وقت الزيارة. ناخذ وقت الاستراحة للصلاة بس بيعلينا فقط نقطتين ننتهي منها وناخذ الاستراحة. سكرتير رفض السماح بمقابلة المدير. تكلمنا بالجلسة السابقة انه في حالات ممكن تضطر فيها انك تتعامل مع اشخاص صعبين، مثلا شخص ما عنده مقابلة وبده يقابل المدير، او امر طارئ ويشغل الرئيس عن المقابلة، او عندما لا تكون المقابلة من اختصاص المدير اصلا وبده يقابل، واذا رفض اصلا المدير رفض المقابلة. هذا الموضوع تكلمنا انه يجب على جلسة السابقة نتصرف بلباقة وأنه يتعرف على مطالب الزائرين، نستخدم أسلوب الإقناع ولا يسيء الزائرين مطلقاً، وعندما لا يقتنع الزائر بسبب إلغاء المقابلة أو رفض المدير أو الرئيس لها يقوم السكرتير باقتراح موعد جديد للمقابلة وبيعمل سكيجول للمواعيد
أو التحدث مع المدير بشأنه. إذا وافق ممكن يطلب إدخاله، إذا ما وافق ممكن يعطاه موعد ثاني، أو يطلب من الزائر ترك رسالة أو مذكرة تشرح سبب الزيارة. نموذج بطاقة زائر، هذا نموذج بطاقة زائر، اسم الزائر، وظيفة، سبب الزيارة، رأي المدير والتاريخ. بعض التعليمات المهمة جدا أنه يجب على السكرتير عدم الاعتماد على الذاكرة نهائيا في تحديد المواعيد. تتذكر أنه هذا الشخص أنا أعطيته موعد، هذا حكي ما مقبول. جعل الزائر دائما الهم، نجعل الزائر يشعر بالرضا والاهتمام والعميل دوما على حق. هي القاعدة الذهبية. تسجيل بيانات كل زائر، تهيئة المكتب تحسبا لاستقبال الزوار في أي وقت، وعدم شغل وقت المدير إلا من مقابلات الضرورية في حال وجود مقابلات ذات اختصاص، توجيه الزائر للمكتب المختص أو الموظف المختص بلباقة وإرشاده لموقع مكتب. صح، إدارة المكاتب لا تعترض إلا بالموثق أو بما هو محفوظ. كلام إنه أنا تذكرت ونسيت وما نسيت، هذا الكلام ما مقبول نهائي. طبعاً لازم يكون تسجيل لكل سائل. بعد الصلاة بإذن الله، لهم في بإعلانها سلايد نماذج من الطرق التي يجب أن تتبعها السكرتار لاستقبال الزوار. نموذج الزائرون لهم موعد، الزائرون بدون موعد، الزائرون مثيرين مشاكل، قواعد الإتيكيت، قواعد الإتيكيت مش راح نتكلم فيما بعد. دور السكرتير في الاتصالات الهاتفية راح نتكلم فيها بهالموضوع بعد استراحة الصلاة. رح ناخذ بريك ربع ساعة وبنرجع إن شاء الله. دور السكرتارية في الاتصالات الهاتفية بأنواع. إذا جاهزين حطونا 10، نحب الرقم 10. ما شاء الله أستاذ أمجد، يعني فوراً على ما يبدو كان يعني هيك استعد دائماً ما شاء الله، سبحان الله. دور السكرتارية دور هام وحيوي، أي عدناها كثير على اختلاف أحجام وأنشطة المنظمة. تساهم في مساعدة وتخزين قرار في المنشآت على تحمل أعباءهم حتى تحقق المنشآت أهدافها. طيب، مساهمات السكرتير ذكرنا من ناحية التخطيط، ذكرنا قبل الاستراحة حول موضوع استقبال الزائرين، ذكرنا حول آلية التعامل مع مختلف شرائح العملاء والمستفيدين وأصحاب المصلحة. هلا هنتكلم على مفهوم الاتصالات الهاتفية. أهم الأشياء بتميز الاتصالات الهاتفية هي موضوع اليوم قلة التكاليف، السرعة وكثرة الاستخدام وسهولة التواصل. إن شاء الله اليوم بإذن الله أو بالغد رح أبعث لكم مادة علمية لمحور التواصل ومحور الاتصالات الهاتفية إن شاء الله بإذن الله. شو أهم قواعد استخدام الاتصال الهاتفي؟ أكيد القدرة على التعامل مع جهاز الهاتف بأنواع، قدرة على الاستخدام مثلاً السنترال إذا كان موجود، القدرة على مثلاً إذا كان في هاتف من نوع VoIP يقدر يتصل من خلاله، القدرة على بناء العلاقات الحسنة وتطويرها من خلال امتلاك آداب الاتصال والمحادثة بصفة عامة، وأن يكون صوته مسموع أو صوته مسموع واضح أثناء المحادثة الهاتفية. في أشخاص بتحكي معهم بهمس وهمس ما بتفهم منهم شيء. القدرة على التحكم هيك أشخاص لازمهم تدريب، لازم يتدرب على وتيرة الصوت، أنت يعلي صوته وأنت يخفض صوته. أنت في أشخاص صوتهم ممل،
صوت لهم إذا بتسمعه أو بتحكي معه أو مع ومعه يعني لازم يقدر يتحكم بالصوت، لازم يقدر أو إذا إجته مثلاً شخص مثلاً زعجه بيبين على الانزعاج من نبرة صوته ببين، القدرة على التحكم بالنفس أثناء المحادثة واختيار الألفاظ المناسبة والصحيحة مع المتحدث والتفرغ التام لما أكون أنا عم أجري مكالمة هاتفية، فعلاً أنا أكون متفرغ للمكالمة الهاتفية. أيضاً استخدام نماذج لازمة لرصد المكالمات وتنظيمها، لازم يكون في عندي نماذج، هنحاول بعض النماذج للصارد والوارد والرسالة، وإذا كان في تسجيل صوت لازم أنا أعلم المتصل إنه المكالمة مسجلة، كتابة ملاحظات. شو أسس معالجة الاتصالات الهاتفية؟ طبعاً كثير من وقت بيصرفوا السكرتير على معالجة المكالمات الهاتفية بأنواع. يجب عليه أن يتعامل بشكل جيد مع تلك المكالمات لحتى يعطي صورة حلوة ومناسبة عن المنشأة اللي هو واجهته، اللي هو بيمثله. ليش التفرغ التام؟ لأن التفرغ التام بأثناء إذا كان عم ينفذ مهمة تانية، ممكن هال يعني أعطيك مثال، تحكي مع سكرتيرة تكون هي عم تنفذ أشياء تانية، الصعب هو إنك تقدر تنفذ أمرين نفس الوقت. لهيك التفرغ التام للمكالمة لحتى ما تقع بالإحراج مع المستفيد أو العميل، أو تعطاه مثلاً كل موعد وترجع لأنك أنت مشغول بالك بالمهمة الأولى، فممكن أنك شو يصير؟ أنك تنسى مثلاً تدون هالملاحظة فرضاً من أمس. اتصالات الهاتفية الوارد، الاتصالات اللي برد التي ترد إلى الهاتف أو ممكن وصف الشغل أو المنشأة، وعلى السكرتير أن يتعامل معها وفق ما هي. حرص على الرد بسرعة وأن لا يترك جرس الهاتف عند سماعه لأكثر من 3 مرات. وأنا ما بفضل أن يكون الرد عن أول رنة، تمام؟ ثاني ثالث ردنة افضل يكون الرد. أن يحرص السكرتير على التعريف بنفسه باسم المنشأة التي يعمل بها. مثال: السلام عليكم، شركة كذا للنقليات، مكتب مدير العام، مثلا عادل معك، تفضل بإيش ممكن أخدمك أو أي خدمة، حسب بقى البلد اللي أنا متعامل معه. يجب أن تكون منصتا جيدا، لهيك قلت تفضل عدم تفضل التفرغ التام أثناء تلقي المكالمة، وأن تعطيه الوقت الكافي لحتى يحكي، حتى يوضح النقاط اللي هو يرايد يوضحها. نحاول نحرص أنه ما نقاطع المتحدث أو نوحي المتصل بأنه نحن ما متابعينه أو منصتين له، ممكن نحن لحتى نحسسه أنه نحن متابعينه له نعم بين لحظة والتالي. أن نكون دقيقين في جمع المعلومات وبيانات من المتصل. ممكن إذا ما أخذ رقم الهاتف فأنا أرجع أخذ رقم الهاتف. الهدف من موضوع انه الرنة الثانية، الرنة الاولى تعطي انطباع ما بعتقد كتير هيك بروفيشنال عن الشركة، فالرنة الثانية بيكون بعتقد افضل. ما عم احكي كقاعدة، عم اقول فضي النهاية، هذا رأي. يعني انت تخيل هلأ رين انت تتصل بشركه ويفتح الخط بشكل سريع، انطيب كيف راح يكون انطباع؟ ايضا انه ننتقل مهاره تدوين ملاحظات وتلخيص الرسائل المتصل ونحرص على هالشيء.
نحرص على تزويد متصل المعلومات بحدود الصلاحيات اللي احنا بنمتلكها. اذا مثلا في بعض المعلومات انا ما قادر اعطيها، ممكن بلف على موضوع الاجابه بذكاء، اتعامل معها بحنكه، اتعامل معها في نقول بكياسه. مثلا اسف انا لا استطيع ان افيدك او اساعدك بهالموضوع، لكن بامكاني تحويل مكالمتك للجهه مثلا مختصه ممكن تستفسر. ترغب انه حولك لمثلا مكتب موارد بشريه او لقسم المشتريات او لقسم الماليه. ألقم على السكرتير التخلص من جميع العوامل المؤثرة على سماع المتحدث كالضوضاء، مثل مشغلة أغاني أو مشغلة يوتيوب أو عم تحكي مع رفقاته أو مع رفقاته، أو حتى صوت بعض الأجهزة ممكن تستخدم عادة في المكتب مثل آلات التصوير، جهاز الفاكس والطابعة وما شابه. في حال وجود أكثر من هاتف في المكتب والسكرتير مشغول مع الهاتف وردت مكالمة أخرى، احرص على استئذان المتحدث الأول بلا مقاطعة لتقوم بالرد على هذا الهاتف الثاني. أيضا يجب أن يحرص السكرتير على عدم إطالة مدة الانتصار عن دقيقة، وإذا لزم الأمر أن يكون انتصار طويل كالبحث عن معلومات معينة تستدعي وقت طويل، ممكن نوضح الأمر للمتحدث أو للمتصل وناخذ رقمه، أو إذا ظهر عنا رقمه نستأذنه إنه نحن نرجع نتصل لحتى نزوده بالمعلومات اللي هو طلب. أيضا نتأكد دائما بأنه المدير مستعد لتلقي المكالمات إذا كانت المكالمات بدأت تتحول لمكتب الإدارة، وذلك معرفة اسم المتصل بلباقة وأدب وضعه على الانتظار. بعدين نبلغ بعد المدير باسم المتصل معرفة مدى رغبته في تلقي المكالمات. أو في حال وصلت مكالمة مستعجلة هامة والمدير باجتماع، لا نقاطع المدير بل نرسل له مذكرة صغيرة عن المكالمة ومنشوف المدير كيف رح يوجهنا. إذا وجهنا بتحويل المكالمة بنحولها، إذا وجهنا مثلا بالاعتذار وإنه المدير رح يتصل فيها وقت ثاني، أو نحن رح نتصل فنقوم بالاتصال فوقت آخر، فنبلغه في هالأمر لحتى نحن نتلافى الإحراج بيننا وبين المدير من جهة، وبيننا وبين العميل من جهة. أيضا يجب التأكد بأن يقوم السكرتير دائما بذكر أسباب عدم تواجد المدير في المكتب. يمكن التصرف بلباقة مع المتصل، مثلا مع الحرص أنه يستخدم نماذج لتدوين المكالمات الواردة لحتى نحن نبلغ الإدارة فيه. تقنيات هاتفية فعالة، شو أهم تقنيات ممكن نستخدمها؟ قلنا نحن مهارات تواصل، لاحظوا أغلب الأعمال عم تدور بمهارات تواصل اللي عم نتكلم فيها كأعمال سكرتارية. 90 تحدث بوضوح واختصار، كن متحمس، تحدث بأسلوب إيجابي، كن مستعد للاعتراضات، تحدث مباشرة في السماعة، ضع في اعتبارك شخصية ونمط العميل، تحدث طبقاً للفوائد المكاسب والمصالح والمنافع، ناقش بدلاً من إعطاء المعلومات، قدم دائماً شكرك للعميل لما قضاه من وقت معك، تابع الموضوع إن أمكن ذلك. شو التقنيات غير فعالة؟ هي الرهد المتجحم، المتذمر، الظهور بصورة مجهد والمتعب، التحدث بنبرة واحدة أثناء المكالمة، السلبية بالرد، المبالغة بالثقة، أو فينا نقول العنجهية والتكبر، إمساك بالهاتف تحت الذقن، التحدث بأسلوب غير مترابط، التفوه ملاحظات تنطوي على الاتهام والجدال وقفل الخط ونسيان تقديم الشكل للمستمع أو لل...
فينا نقول متصل، محاولة التحدث والقيام بعمل آخر في نفس اللغة. أي مذكرة ميمو لمذكرة هاتف بسيطة اليوم التاريخ والساعة وإلى مين بما يتم أرسالها لما تكون في الخارج أو مشغول. While you were out, say it فلان من وهاتف وموبايل ورسالة. أنا زودكم إن شاء الله بها الملفات مع مجموعة بإذن الله. سجل الرسائل الهاتفية الواردة رقم متسلسل اليوم والتاريخ الساعة اسم المتصل عنوان رقم رسالة توقيع مستند ملاحظات. هذا ممكن تشتغلوا على الإكس. اتصالات الهاتفية الصادرة كمان نحن مثل ما نحن نتلقى اتصالات هاتفية واردة ممكن نحن نقوم باتصالات داخل منظمة أو لا خارجها. أيضا نحن لازم نقوم بالتخطيط له الاتصالات ويكون عندي تنظيم للمكالمات لتحديد الهدف من المكالمة والمعلومات ممكن نحصل عليها وكتاب ملاحظات وأسئلة الممكن نسأل عنها. طيب التخطيط شو بيفيدنا التخطيط للاتصالات الهاتفية الصادرة؟ توفير الوقت، توفير الجهد، الحد من الوقوع في الأخطاء. إذا كان في اتصالات دولية ممكن نوفر بالتكاليف، تحقيق الدقة في نقل البيانات والمعلومات وترك انطباع بروفيشنال وحلو من مستقبلي الاتصال. أين نموذج لرسالة هاتفية صادرة؟ هون كمان في عندي نموذج انه لسجل اتصالات هاتفية صادرة. يوم التاريخ، جهة المرسل اليها، موضوع الرسالة، اسم متلقي الرسالة، وقت الابلاغ، ورقم قيد الرسالة وبعض. هون رسالة هاتفية بحدد هذا هون هيدا اجراء الى من معبى تاريخ 7/6/2021 وقت الساعة 10:10 امتى الاتصال حيكون مساء مثلا أو صباحا 10:10 صباحا عندما كنت خارج المكتب السيد فلان الفلاني من كذا رقم الهاتف اتصل بكم يأمل اتصال به اتصل عندما كنت خارج المكتب مين أصدنا المدير اتصل لأمر عاجل سيتصل مرة أخرى وبحدد إذا كان في أمور أخرى ممكن تم اكتبها ورسالة اللي تم مثلا وضع أو تركها ونوقع. في أي ملاحظات بالنسبة لموضوع الرسائل الهاتفية؟ لو تحبوا أنا أسأل. طيب شو قواعد استخدام أجهزة من قواعد هم القواعد في قاعدة تجاوزناها لأسألكم. طيب الجهاز الاتصال مفترض يكون على اليمين ولا على اليسار؟ في قاعدة جهاز الاتصال مفترض يكون على اليمين ولا على اليسار؟ لا يسار استاذ. يسار. طيب الشخص يميني صعبتنا كمان يسار. كيف تكتب شخص يساري؟ عفوا شخص يساري. اذا الشخص اللي بيكتب على اليمين بيكتب بيد اليمين فعلى اليسار. إذا شخص بيكتب باليد اليسرى فشو بيستخدم؟ يد اليمنى. بالعكس لأني مثل ما قلنا في موضوع تسجيل المكالمات والرسائل بحاجة لتدوين. هاي ملاحظة كمان مهمة. طيب
كمان ملاحظات المهمة هي موضوع التأكد من إغلاق السماعة، إغلاق الهاتف. كيف يعني إغلاق الهاتف؟ تأكد بعد إغلاق الهاتف السماعة إنه أنت وضعت فعلاً السماعة في مكان، لأني ممكن كثير حالات هون لازم نكون شايفين السلايد، ما تأكد من إغلاق السماعة. في كثير حالات بتكون بتوقع بإحراج بسبب عدم إغلاق السماعة. أيضا مين ممكن يعطينا قواعد أيضا بالتعامل؟ قدرة على التعامل، استخدامنا النماذج حكينا عنه، ثبت السماعة برأسه وكتفه ويده يدوين. لا، الأفضل هي الطريقة، هاي الطريقة تمام، هاي أفضل طريقة، هاي الطريقة أو هالطريقة. أوكي لاحظ، ما أني أنا هيك حط السماعة وسجل، لا. شو في قواعد ممكن كمان تنصحوا فيها من خلال تجاربكم؟ أستاذ ريم تفضل. السلام عليكم. سلام. هلا كمان من القواعد انه استخدام الهاتف، ممكن انا احط سماعه باذاني، هيك هذا الشيء كثير بيريحني، وفيني كمان سيف المعلومات يعني بكل اريحيه، هيك بيكون افضل لي يعني، ما اني والله مستلم التليفون بايد وعم سيف بالايد الثانيه، فهذا الشيء بيكون احيانا متعب. طيب ايضا في موضوع اللي هو المعرفه بالاتصالات الدوليه، تكاليف الاتصالات الدوليه، اين ما لازم يكون كمان السكرتير ملم فيها، مثلا الاتصالات طبعا لازم اللي هي عن طريق مثلا سكايب، مثلا ممكن يكون ملم فيها، كيف ممكن يعمل اتصال سكايب، مراعاه مثلا فروق التوقيت بين الدول، انه هو لح يتصل مثلا او بالصين يوم هلا الساعة 8 مثلا او 9 صار بمثلا تركيا، ممكن يكون هلا مثلا قول فرضا بكندا هي الساعة بعتقد فرق 8 ساعات، يعني الساعة تقريبا 12 الظهر. تماما. هلا استاذ انا بحضر محاضرات عن طريق مدرب من المغرب، أكيد يعني دائماً بسأل شو فرق التوقيت بيني وبينهم، دائماً باخذ الموعد، يعني هلأ وقت بيعطوني موعد المحاضرة بيعطوني إياها إنه هي الساعة 8 عندهم، بس عندهم بس نحن بتكون عنا 10 بالليل تقريباً، 10:30 11 بالليل، ففي فرق كبير بالتوقيت، فدائماً لازم يكون أنا عندي المعلومات الكافية عن أي يعني بين الدول الثانية، إنه يكون فرق التوقيت أعرف شو اللي بيتناسب مع توقيتنا. حلو. طيب سؤال، ممكن إنه نحن في حال إني فرضاً عدم أنا لازم لي مثلاً أتصل من عكس عكس السؤال، كم بدي أقول إني إذا كان أنا لازم أتصل بهاتف المنظمة، ما لحقت أسألك سؤال، بس نحن نفترض إنه اضطريت اتصل من تليفوني الشخصي بأحد العملاء، من تليفوني الشخصي بأحد العملاء من أجل أعمال المنظمة أو الشركة، شو رأيكم؟ هلا أنا ما بفضل من التليفون الخاص إنه يكون هو، لا لازم يكون في عندي رقم للعمل، يعني أنا بحكم عملي مع منظمة، بقيت 3 سنين مع هاي المنظمة، معروفة طبعاً منظمة الـ HI، يعني كان عندي رقم خاص للعمل وعندي رقم خاص إنه فيني، يعني
دائما انا بفضل هيك، يعني يكون في رقم خاص للعمل ورقم خاص فيني، لاني وقت لي انا عم بعطي هذا المستفيد انا عم بحدد له موعد، انا ساعات عملي كذا كذا، فيك تتصل بهذا التوقيت، يعني انا ما فيني رد على محادثتك بعد التوقيت الساعه الفلانيه. فهذا الشيء بيريحني كثير الي وبيريح المستفيد، بيفهموا انه في قواعد بيناتنا لازم نلتزم فيها. حلو، هون نرجع لموضوع سياسه المنظمه اللي بها موضوع. بس بتوقع يعني بعتقد مثل ما عم تقولوا انه هاجر عم تقول ما يكون الشخص متردد باعطاء الموعد، هون عدم اتصال الهاتف، ايفا عم تقول عدم اتصال الهاتف الشخصي نهائيا اذا كان مضطر ولا بد، بتوقع اذا بيحط برايفت بيكون افضل يعني. بس برجع بقول حسب سياسه المنظمه، ما عم تقول خديجه في بعض المؤسسات ممنوع استخدام الهاتف الشخصي تحت اي ظرف، ضيف عم تقول لا افضل ابدا بالرغم من انه انا بالمنظمه حطيت تحت الامر الاجباري انه انتصم خطنا الخاص والشخصي. انا افضل دائما يكون في فصل بين مواضيع. استاذ علاء، دائما الفصل بين الشيء الشخصي الخاص فيني والعمل هذا بيريحني وبيريح كمان المستفيد. هلا ممكن انا اضطر اتصل من رقمي الخاص مع المدير في حال انه كان بعيد عني هاتف العمل، اما اشخاص هنن مثل العملاء او اي شخص جاي بده يتلقى خدمه او يستفاد منها، فاكيد لا، ما بفضل الرقم الخاص نهائيا، لاني هو راح يتعبني وانا راح يعني كمان يعني ممكن بأي وقت خلص عرف إنه هذا رقمي الخاص راح يتصل علي بأي وقت، وهذا الشيء ما بيناسبني ولا بيناسبه. صح تماما. رح ناخد هيك مثل ورشة عمل مصغرة. قبل ما ناخد ورشة العمل خلونا نشوف هالفيديو مع بعض، بعدين حاضركم الفيديو. هلا لازم يكون الصوت شغال. بمجرد ان ساره سمعت التليفون بيرن، في ثلاثه اللي هن عمر وساره وطارق. Angle Products, Chairman's Office, how can I help you? بمجرد ان ساره سمعت التليفون بيرن، Angle Products, Chairman's Office, how can I help you? يعني هنا شركة Angle Products، مكتب رئيس مجلس الإدارة، ازاي اقدر اساعدك؟ Yes, I'd like to speak to Mr. Tariq Abbas, please. I'd like to speak to. أود أن أتحدث إلى. May I ask who is calling, please? سارة ردت عليه. May I ask who's calling, please? يعني ممكن أتعرف بحضرتك. May I, ممكن أنا. Ask, أسأل. Who is calling, please? من معي. Please, من فضلك. Yes, my name is Omar Sami. Yes, my name is عمر سامي. أنا اسمي عمر سامي. كان ممكن يقول لها This is عمر سامي. Mr. Sami, where are you calling from? Mr. Sami, where are you calling from? أنت بتتصل منين Mr. Sami؟ من أي شركة حضرتك؟ وهنا هو قال لها أنا اسمي عمر سامي، بس بما أنه هو بالنسبة لها stranger هي لازم ترد بالfamily name. الfamily name أو surname S-U-R-N-A-M-E يعني اسم العائلة. برا لما بتتكلم مع حد تكون بالنسبة لك stranger أو ما تعرفوش، ما بتندهلوش باسمه الأول، أنت بتندهه باسمه الأخير. ده نوع من أنواع الاحترام والتقدير. I'm calling from Products Supplies Company. I'm calling from Products Supplies Company. يعني أنا بتصل من شركة Product Supplies، أو أنا من شركة Product Supplies. Would you mind holding on the line for a moment, please? Would you mind يعني هل تسمح؟ و holding on يعني ينتظر.
hold on, انتظر. Hold on for a moment, please. يعني انتظر لحظة رجاء. أو انتظر انتظر لحظة من فضلك. The line اللي هو the phone line. يعني ممكن حضرتك تنتظر معي على الخط لحظة. No problem. No problem. No problem يعني مفيش مشكلة. Take your time يعني خدي وقتك. It's okay يعني ماشي. كل دي ردود محتملة للسؤال اللي سألته سارة لعمر. Mr. Abbas, you have Mr. Sami on line one. سارة خلت عمر على الانتظار على الهولد واتصلت بمستر طارق. مستر طارق عباس. سارة برضو كنوع من الاحترام بتقول لمديرها رئيس مجلس الإدارة مستر عباس. You have Mr. Sami on line one. يعني مستر سامي أو السيد سامي ينتظرك على الخط الأول. Oh, no. What does he want? I don't want to talk to him. He should talk to the suppliers department. Please tell him to call Mr. Sharif and give him Sharif's number. Oh no. What does he want? واضح ان طارق يعرفه، واضح ان هو انزعج من المكالمة دي سواء لانه مشغول او لانه مش عايز يخش في تفصيلة من التفصيلات دي. هو عايز ايه؟ I don't wanna speak to him. I don't wanna talk to him. انا مش عايز اكلمه. I don't wanna talk to him. انا مش عايز اكلمه. He should talk to the suppliers department. هو المفروض يتكلم مع قسم التوريدات. Please tell him to call Mr. Sharif. من فضلك قولي له يتصل بمستر شريف. And give him Sharif's number. واديله رقم شريف. Tell him. اما بتتنطق على بعضها بتبقى tell him. Tell him. Sure. رجعت سارة المحتارة قالت له sure. Sorry for keeping you waiting. Mr. Sami would like you to talk to Mr. Sharif. He is the person in charge with suppliers and would you like to take his number? أول ما لقط التاني سارة التليفون اللي عليه الشخص اللي على الانتظار قالت له sorry for keeping you waiting. مش مهم هو قعد ثانية هو قعد ساعة، لازم أما تيجي تعتذر عن الثواني أو الدقايق، إن شاء الله تبقى ثواني مش دقايق، اللي خليت فيها الشخص ده ينتظر على التليفون. Mr. Sami, would you like to talk to Mr. Sharif? يعني هل تحب أن تتحدث أو تتكلم أو تحكي مع السيد شريف؟ He is the person in charge of the suppliers department. هو الشخص المعني بقسم الموردين. And would you like to take his number? هل أنت حابب تاخد نمرته؟ No, thanks. I've already got his number and I'd like to escalate a serious matter. Who do I have to speak to? واضح إن عمر رد عليها بضيق. قال لها No, I've got his number. أنا معايا نمرة شريف. Like to escalate a serious matter. أنا عايز أصعد موضوع خطير جدا. Escalate يعني يصعب. في كل المنظمات في حاجة اسمها escalation matrix أو مصفوفة التصعيد. أنا كشخص ليا حاجة عند محمد، محمد محلليش المشكلة، أبتدي أصعدها للي أعلى منه. اللي أعلى منه نظر في محلش المشكلة، أبتدي أصعدها للي أعلى منه. Who do I have to speak to؟ أكلم مين في الموضوع ده؟ Excuse me, I'll have to ask you to hold on one more time. سارة طبعاً ما عندهاش إجابة عن مصفوفة التصعيد، لأن دي حاجة خاصة بقسم الموردين. فقالت له Excuse me, عذراً. I'll have to ask you to hold on one more time. مضطر أطلب من حضرتك إنك تنتظر معايا مرة أخرى. No problem, but I've got to talk to someone. The matter is very grave. عمر قال لها no problem. مفيش مشكلة. But I've got to talk to someone. The matter is very grave. لازم أكلم حد. الموضوع جد خطير. الموضوع خطير جدا. طبعا عمر هنا بيأكد عليها إنها تهتم بالمكالمة بتاعته وإنها تساعده وتحلله مشكلته. One moment please. Mr. Abbas, it's Mr. Sami again. He said that he would like to escalate a grave matter and he had already spoken to Mr. Sharif before. Who should I let him talk to? سارة اتصلت بمديرها مستر عباس. It is Mr. Sami again. يعني انا برضو هكلمك على موضوع مستر سامي. And he said that. وهو قال ان. He would like to escalate a grave matter. يعني هو عايز يصعد موضوع خطير. And he had already spoken to Mr. Sharif before. وهو بالفعل اتكلم مع مستر شريف او مع السيد شريف من قبل. So who should I let him speak to? Who should I let him speak to يعني اخليه يتكلم مع مين؟ احوله على مين؟ O.K. put him through. I'll take the call. Thanks. One more thing after finishing with Mr. Sami.
Call the heads for a conference call in 30 minutes. طارق قال لها put him through, يعني وصليني بي. I'll take care of him. I'll take care of him يعني سأتولى أمره أو سأتعامل معه أو هتعامل معه. Remind the heads that we'll have the conference call in 30 minutes. أذكر المدراء أن الاجتماع الهاتفي بتاعنا هيكون خلال 30 دقيقة. Yes, Mr. Abbas. One last thing. I'll have a webinar at 2 p.m. and web conference with our branches managers in Asia this midnight. ومن فضلك اطلبي من قسم الاي تي او الانفورميشن تكنولوجي, القسم ده بيبقى في كل الشركات, واحد بيبقى متخصص بالسيرفرات والخوادم والاجهزه والمعدات التقنيه الموجوده في الشركه. من فضلك اطلبي منهم ان هم يجهزوا البرامج اللازمه والوصلات اللازمة لإنجاح الويب كونفرنس والويبينار. دلوقتي احنا سمعنا ثلاث مصطلحات: كونفرنس كول, ويبينار, ويب كونفرنس. ايه الفرق بين الثلاثة؟ اول حاجة الكونفرنس كول ده بيبقى عن طريق التليفون بتاع الشركة, تعمل بيبقى فيه خاصية في التليفون وفي السنترال انك تعمل كونفرنس مع كذا فرع او مع كذا واحد في نفس الوقت, ودي بتبقى الاتصال صوتي فقط مفيش صورة. ويبينار دي زي سيمينار او زي جلسة نقاشية, دي بتبقى عن طريق الويب, بيبقى فيها عدد كبير جدا من الحضور وممكن بيبقى فيها بريزنتيشن تتعمل كل الحضور اللي على الاجهزة بيشوفوها بدل ما تروح تحجز في فندق وي 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 وي, الكلام ده كله بيتم من على ويب كونفرنس. دي ممكن يبقى سوفت وير متصل بفروع الشركة حوالين العالم كله من خلال شبكة داخلية مش محتاج انت الانترنت فيها, ودي بتبقى على نطاق اضيق وناس معينة من الشركة مش بتبقى مفتوحة. Sure thing. Would you please transfer the line now? Mr. Sammy is on line 1, sir. Thanks. Most welcome. Okay. Welcome back. شو رأيكم بالفيديو؟ هي يعني حالة واقعية ممكن من أصعب الحالات إنه في شخص فعلا بده يصعد في حدا تاني صار معه مشكلة. والمدير اول مره قال انه حولها لعند شريف او محمد او محمود, وهذاك هو اصلا مشكلته مع مين؟ مع شريف او محمد او محمود. دراسه حاله. هلا اول حاله بختار انا ولا في متطوعين ممكن تبعثوا لي مين ممكن يتطوع, او انا راح ارد الاسئله. تمام. الحاله الاولى لو سمحتوا لازم يكون هلا ظاهر امامكم السلايد. الحاله الاولى هو تكلمنا عنها بالجلسه السابقه, قمت باتصال خاطئ كشفت فيه بعض المعلومات السريه لمستقبل الاتصال. لا ما كانت المره الماضيه بهال سيزون, ان نحن انطلب مننا معلومه وتكلمنا عن هذا الموضوع. هلا انت حضرتك عملت اتصال صفتك سكرتير لمكتب المدير وكشفت مع بعض المعلومات السريه, شو بدك تسوي؟ مين بيعطينا حل؟ خديجة عم تقول خبر المدير خطأي. أستاذ أمجد, أنسة إيفا, أستاذ مروة, أنسة نور. مش كبيرة بس غلط وعافية, شو ننسى؟ هلا ممكن إني بحاول. اليوم ما عم تشارك دكتور. حاول صلح الغلط. كان في حدا عنده مداخلة؟
أبلش أنا ولا مروة؟ تفضل أستاذ تفضل. يعطيك العافية. هلا هي مشكلة كثير كبيرة صراحة، بتدل على عدم التركيز. يعني أنا كشفت معلومات سرية، ومن أساسيات السكرتير إنه يكون هو أصلا يعني ما يفشي أسرار العمل. أي فأنا ممكن أدارك هذا الموقف، يعني هو مع أنه يعني ما كثير ممكن أداركه، بس ممكن أني أنا أوضح للشخص الآخر أني أنا قمت باتصال خاطئ، أعتذر منه وفوراً نروح بلغ المدير. يعني ما أمامي غير أني أحكي للمتصل وبلغ المدير بالخطأ اللي صار، حتى هو يقول لي شو الخطوة التالية اللي ممكن أنا أعملها، لأنه بجوز هذا العميل أصلاً لازم يعني ما خبره هالمعلومات، لأنه يعني ممكن شريك مضارب لإلي، ممكن يعني أي شيء تاني. فهذا خطأ كتير كبير صراحة. أوكي. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. شكرا لمشاركتك. قبل ما أعرض الموضوع هون حكينا عن موضوع التركيز وأهمية التركيز بالاتصال. مثل ما تكلمت الأنسة خديجة والأنسة إيبا على موضوع مشاركة الإدارة في الموقف اللي صار ومحاولة تدارك الخطأ. أستاذ حنان، اتصل عليك شخص ما يريد إعطائه، اتصل عليك شخص ما يريد إعطائه معلومات حول معامل له. أستاذ حنان تفضل. مشاركتك حول الحالة الثانية ولا الأولى؟ هلا حول الحالة الأولى، بس ما في مشكلة على الحالة الثانية. أوكي. اتصل علي شخص بدي يعطيني معلومات حول معاملة، يعني يطلب مني معلومات في هاي الحالة، يطلب مني معلومات حول معاملة بالوقت المحدد. عم يطلب، ما عم يطلب مني معلومات، يريد انا يريد اعطائه، كأنه يريد اعطائه معلومات حول، في حالة يطلب مني معلومات بهاي الحالة بتصرف انه فقط بالصلاحيات المسموحة له حسب صلاحيات، في حال كان هذا الامر ما حسب سياسة المنظمة ونظام الشركة ونوع المعاملة. حلو كده. طيب، طلب منك او طلب منك اذا كان هاي المعلومة، اذا كان هاي المعلومة انا من صلاحياتي انه شارك حسب نوع المعلومة، طلب منك مديرك عدم تحويل اي مكالمة له مهما كانت، لأن لديه اجتماع مهم مع إحدى الشخصيات الهامة. طيب، مع إحدى الشخصيات الهامة، وأثناء ذلك وردت مكالمة من بيت رئيسك بضرورة محادثة مديرك بشكل عاجل وضروري جدا. أستاذ حبي جاوب، يتفضل مباشرة. خليني أنقل الشات لهم مشان يكون على الكلمة. إذا ما بتحول مكالمة بسأل المدير. ممتاز، نرسل رسالة له. تمام، ونتبع الطرق اللي نحن تكلمنا عنها، بدخل بسأل المدير عن طريق مثلا قصاصة أو أو بتصل فيه بطريقة، بس ما بحكي، ما بتكلم أمام الاجتماع أنه أعمي بتصل فيك من البيت. هي الطريقة ممكن تكون غير محبسة. اتصل رئيس مديرك وأخبرك بأنه يرغب في مقابلة مديرك في وقت معين. مراجعة ذلك الوقت وجدت أن لدى رئيسك اجتماع خارجي. أستاذ أمجد، شو رأيك؟ هلا هو حسب الأولوية والأهمية، طبعا هو بين الاجتماع وبين الشخص اللي بدي أقابله، أكيد رئيس مديره، يعني الرئيس يعني هو أهم، ولح يكون هذا القرار بإيد المدير، يعني مو بإيد السكرتيرة، هو اللي حيعطي أولوية للموضوع. هلا رئيس مجلس الإدارة أعلى من مدير؟ اعلى.
ممكن شارل؟ تفضل. هلا انا بالنسبه لي برجع دائما للمدير، لانه انا ما بعرف شو خطوره الموضوع. ممكن اذا يعني حتى لو بلغني الرئيس الاعلى من مديري شو الامر، فانا بترك المجال للمدير، هو اللي بيحدد. يعني ما بقدر انا اتخذ قرار بهذا الموضوع. انا بقدر اعتذر من رئيس مجلس الاداره؟ لا، ممكن اني احكي له بطريقه لبقه انه بعد اذنك المدير عنده اجتماع، بس رح ارجع اتصل بحضرتك بعد ثواني، وبرجع يعني بحكي للمدير وهو ببلغني القرار. اوكي، لازم يكون في رئيس عم بيقول لازم يكون في خصوصيه للسكرتير، وانا لازم يتصل بالسكرتير، لازم فورا بالمدير. بجوز على السؤال اللي قبل هالسؤال، كل هالاسئله اللي بنطرح جواب موحد وضروري رجوع المدير باتخاذ القرار. فعلا الرجوع للمدير باتخاذ القرار هون النهايه، حسب فينا نقول الهيكل التنظيمي للمؤسسه، الرئيس المباشر او المدير المباشر بحق له، لو كان الشخص او المدير عنده اجتماع خارجي يحدد معه مقابله لهيك هالموضوع. لازم انا اخبر، لازم اخبر مديري المباشر بضروره مقابله رئيس مجلس الاداره اللي حدد الوقت المعين، بالرغم من اني مثلا وضحت اني في اجتماع خارجي. طيب، في اي إضافة؟ لأني نحن تجاوزنا الوقت بعشر دقائق، في أي إضافة حضرة أساتذة؟ نبدأ إن شاء الله جلستنا القادمة حول موضوع تنظيم الوقت وإدارة الوقت وإدارة الاجتماعات بإذن الله. الملفات إن شاء الله رح أعطيكم إياها عن الاجتماعات بإذن الله. اليوم هي جلستنا التاسعة. بيبقى عندنا ثلاث جلسات إن شاء الله. المفترض الجلسة القادمة تكون ننهي فيها فينا نقول أساسيات السكرتارية وإدارة المكاتب. الجلسة اللي 11 و12 نتكلم فيها عن موضوع الأرشيف الإلكترونية والحوسبة السحابية. الله يعافيكم. شكر للجميع، الله يبارك فيكم ويعطيكم الف عافية. شكرا لمتابعتكم. سرقت كثير اني كنت معكم اليوم بالجلسة التاسعة من جلسات دورة السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب. مني من رشد الافتراضية كل التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.